السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الرغيفات، كيجيو بحشوة زوينة وبعجينة اللي هي مورقة كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوزو للمقادير والطريقة في نفس الوقت. عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال السكر، وعندي ماء بارد باش غادي نعجن العجينة. العجينة خاصها تكون قاسحة شوية، ما تجيش مرخوفة باش تعطينا داك التوراق. خاص العجينة دائما تكون قاسحة، ما تكونش رطبة. غادي نجمع العجين وندلكو شوية. وهنا غادي نجمع العجين ديالي وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح على ما نوجد الحشوة. وهنا خديت مقلة درت فيها الزيت البلدية الا بغيتو ديروا الزبدة حيوانية ديروا معلقة. انا هنا اكتفيت غير بالزيت البلدية. وعندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغار، الكمية اللي بغيتو. وعندي هنا بصلة مشلضة، غادي نخلطهم مزيان ونخليهم يتشحروا. وعندي هنايا جوج قبيطات ديال لي زيبيناغ او السبانخ اللي غسلتهم مزيان من التراب وقطعتهم، قطعتهم شويه غلاض لان لي زيبيناغ غير كيتحطوا فوق السخونيه كيدبالوا كيوليو غير شي شويه. هنا زدت الكميه ديال لي زيبيناغ اللي باقا عندي حيت المقله ما هزاتش ليا ولي زيبيناغ غير كيشموا ريحه العافيه عاد تيدبالوا. خليت هذيك الكميه الاولى حتى طاحت شي شويه، عاد زدت عليها النص الاخر. وغادي نحركو مزيان حتى يدبالوا لينا لي زيبيناغ ويطلقوا الماء ديالهم. هنا عندي طريس ديال الثومه، غادي نحركوهم مزيان، البصله ولي زيبيناغ والدجاج والثومه غادي نحركوهم مزيان وغادي نشفو من هذاك الماء ديالهم كامل. عندي هنايا واحد الحكه ديال الكوزه، وفي التوابل عندي هنايا نص معلقه ديال الابزار ونص معلقه ديال الكمون ونص معلقه ديال الملحه. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاج.
غنشحروا مزيان هاد العناصر حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ودابا غادي ندوزو باش نشكلوا المسيمنات ديالنا. غادي نشكلوهم على شكل كريسات صغيورين. هنا بعد ما بردات لي الحشوه غادي نزيد عليها واحد الكميه ديال الزيتون الخضر مقطع، تقريبا واحد 3 المعالقات. هنا ما ضفتوش من الاول حيتاش الزيتون مالح، غادي يطلق لي الملوحه في الحشوه. وعندي جبن مالح، زدت واحد الكميه ديال الجبن تقريبا حك ناقص واحد المعلقه. وغادي نحركو مزيان. هاد الحشوه كتجي بنينه. ودابا غادي ندوزو باش نشكلو المسيمنات. كيف ما كتشوفو غادي نسرح العجينه. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الحشوه في الوسط ديال الرغيفه ديالنا، ونطويو بهذه الطريقه هذه الشكل ديال المسيمنات اللي مولفين كنصاوبو. وهنا ما ذكرتش لكم عندي نص كاس ديال الزيت اولا كاس، ومعلقه ديال الزبده، معلقه ديال النشا، وخماره الحلويات هي اللي غادي نورق بها العجينه، والزيت اللي غنطلق به العجينه. كندهن بالزبده والزيت والنشا، هذاك الخليط اللي درت فيه خماره. نعاود المقادير ديال التوريق، كاس ديال الزيت، معلقه ديال الزبده، ومعلقه ديال النشا، وخماره الحلويات. نسرحوا العجين ونديروا الحشوه في الوسط، ونحاولوا نقادوها بيدينا على شكل مربع. نطويو على جوج كيف ما كتشوفوا. غادي نطويها ونعاود نقلبها من جهه الاخرى، عاد نعاود نطويها باش ما تخرجش لنا الحشوه من الجناب. هنا بعد ما كملت الرغيفات كاملين غادي ندوز باش ندهن لهم الوجه ديالهم. عندي صفار ديال البيضه ومعلقه ديال الخل، غادي ندهن لهم الوجه ديالهم، وغادي ندخلهم الفران سخون من قبل، نخليهم حتى يتحمروا من التحت، وغادي نهبطهم لتحت باش ياخذوا اللون شويه باش يتحمروا من الوجه ديالهم.
وهنا بعد ما خرجتهم من الفران ملي كيطيبوا من الوجه ديالهم كنخرجهم، كنحك عليهم شويه ديال الفرماج حمر، ممكن نعاود ندخلهم الفران حتى كيذوب هذاك الفرماج شي شويه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.